صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوه للجميع. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، وأكيد على أنه الموعد هو رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. واليوم الموضوع ديالنا يستحق الاستماع، كنقولها لكل مستمعينا الكرام باش تبقوا معنا إن شاء الله حتى نهاية اللقاء. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك معنا. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية الفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. واليوم إن شاء الله من خلال الموضوع ديالنا معك أستاذ الحليمي غادي نتكلموا على عادات وخصال هي مرتبطة بالتغذية، وهي كثيرة كانت عند الناس زمان وكانت صحية جدا. كنحاولوا في كل مرة نوقفوا عند واحدة منهم من خلال برنامج صحة وسلامة. واليوم غادي نتكلموا على الأكل اللي كان وسط الجماعة أو لوسط الجماعة. اليوم ربما وغادي نلمسوا هذا الشيء من خلال اتصالات ديال المستمعين الكرام وسال الحليمي، لأنه الحجج اليوم هي كثيرة بزاف. الكثير من الناس كيقول لك أنه الظروف ديال الوقت، الظروف ربما اللي ما كتكونش مثلا موازية، لما كنتكلموا على الأسرة، على الأبناء، ربما على الزوج، حتى على بعد مرة حتى ربة البيت لما كتكون مثلا مشغولة مع الوليدات ديالها. أو لا، أنا كنعرف أمهات وسال الحليمي تخيل أنها ما نقولش كتاخذ البقايا ديال الأكل، ولكن هي آخر وحدة كتاكل، لأن بالنسبة لها خاصة تحرص على أنه الوليدات كياخذوا الوجبة ديالهم كاملة، وخاصة تلبي الطلبات ديالهم وتكون واقفة على أي حاجة احتاجوها. فربما حتى داك الأكل مع الوليدات ما كيكونش. الزوج ربما كيقول لك بحكم مثلا في حال كان عنده توقيت مستمر أو لا، وكان بعيد مثلا البيت على المقر ديال العمل، فأكيد أنه كيقول لك الوجبة ما كتكونش مع العائلة نهائيا. غادي نوقفوا عند هاد الأمور كاملة اليوم أستاذ الحليمي، وغادي نتكلموا على الأهمية ولهاد الخصلة اللي كانت عند الناس ديال زمان. ونتمنى إن شاء الله أنه كل مستمعين الكرام يكونوا التساؤلات ديالهم في الموضوع ويتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي هي 0522 46 72 50 51 أو 52، أو 0522 88 00 60 61 أو 62. فمرحبا باتصالاتكم ومرحبا بتواصلكم معنا. أول حاجة لما كنتكلموا أستاذ الحليمي اليوم، لأنه الكثير من الأمور العلم اليوم والمختبرات تبتات الأهمية ديال، يعني الإنسان اليوم ما كيتكلمش من فراغ. إلا تكلمنا على الأهمية ديال الأكل وسط الجماعة، ربما الفرد شنو كيستافد لما كيكون، شنو الفرق لما كياكل بوحده ولما كياكل وسط أفراد؟ نعم أكيد، مشكورة أستاذ عفاف على المقدمة الجميلة. ألوغ فعلا حنا كنعيشوا في هذا العصر هذايا، فإذا كانت شي حاجة الإنسان كيبحث عليها بشتى الوسائل فهي الراحة. وما يمكنش تكون الراحة، يعني الراحة هي نسبية، ما يمكنش تكون مطلقة، ولكن لأن باش أننا نحسوا شي شوية بهذا الراحة فلا بد من التمتع بالصحة الجيدة. والصحة الجيدة لك الإنسان دابا راه شحال من واحد كيدير أشياء في الحياة ديالو فقط من أجل أنه يكسب الصحة الجيدة. كاين اللي سافر للدول، يعني راه كاين اللي خدا واحد المسافة بعيدة جدا باش أنه يتسارى العالم كامل من أجل أنه يكسب هذاك الصحة اللي عندك نتايا واللي كتمتع بها واللي ملي كتنوض خاصك تقول الحمد لله. فهذا الشيء كنقول الإنسان غيستثمر بشي مشروع في هذه الحياة، يعني مشاريع، مشروع أي مشروع، أي داكشي، لذلك سميت بالمشاريع. أي مشروع لما كانش عندك صحة فهالمشروع لا يعني شيئا، وخا يكون مربح وخا يكون كيف ما كان. فأنا هذا نداء للناس، أي استثمار بغيتوا تفكروا فيه فقبلا يجب أن نستثمر في الصحة ديالنا حنايا. والصحة ديالنا ما يمكنش نستثمروا فيها، والصحة ليست نتاج غذاء، ليست نتاج أكل عشبة، ليست نتاج أكل واحد الماكلة، ليست نتاج اتباع واحد ريجيم، ليست نتاج، إنما الصحة هي نتاج 24 ساعة شنو كديرها في اليوم ديالك. إذا أنت باش تكسب الصحة ديالك يجب أنك تعرف راسك 24 ساعة شنو درتي، لأن عندنا وقت الحركة وعندنا وقت تنظيم ما فعلناه خلال الحركة اللي هو ما يسمى بالنوم. فهذا النتاج ديال النوم الجيد، ديال ترتيب الأفكار، ديال تجديد الطاقة، والنهار ديالنا عاوتاني الإنسان باش يشتغل باش تكون عنده جودة. فإذا ما كانتش عندك الصحة فأنت بالنسبة لي أنا يا الحياة لا معنى لها. مي كنكونوا ماشي ما عندناش الصحه، كاين الناس ما عندهمش الصحه ماشي غنقولوا ما لا معنى لها، ولكن لا معنى للحياه لما ما كتكونش عندنا اولويه الصحه هي الاولى. فاي واحد قلتي له الصحه يقول لك لا هي الاولى، ولكن مي كتجي الجانب العملي، فالجانب العملي استسمح بعيدنا كل البعد عن اكتساب الصحه في هذا العصر هذا اللي كنعيشوا فيه. فانا لست ضد التكنولوجيا كما كنقول الناس دائما، فانا مع التكنولوجيا، ولكن اذا كانت التكنولوجيا غنستعملوها بهذه الطريقه اللي كنستعملوها احنا دابا فأنا ضد التكنولوجيا، لأن السكين الموس هو موس
ممكن تقطع به تفاحة، ممكن تأدي به واحد الشخص. فهذا التكنولوجيا هي هذا السلاح هذا، وللأسف ونحن نستعمل الشق السلبي أكثر من الشق الإيجابي، وأي واحد غيكون متفق مع هذه المسألة. فانتشار هذه المواقع التواصل الاجتماعي وانتشار هذه الأشياء، فعلا كاين أشياء اللي هي عندها إيجابيات ولكن عندها سلبيات كبيرة. ومن ضمن السلبيات هي أن هذه الحضارة وهذه المواقع، لأن كنظن أنا ما كاينش موقع التواصل الاجتماعي فعال إلا ما كنتيش كتحس بالنفس ديال هذاك الشخص اللي حداك وتشوف فيه ويشوف فيك، وتكون واحد الانتيغاكسيون ويكون واحد التفاعل. فإلا كان شي موقع التواصل الاجتماعي فهو كان هو المنزل. فأنا نركز على موقع التواصل الاجتماعي ديال جدودنا. كان موقع التواصل الاجتماعي ديال جدودنا هو المنزل ديال الأب ديال الأم ديال الجد ديال الجدة. فإلا كنا غنهضروا على موقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الاجتماعي الحقيقي هما اللي داروا جدادنا فوقاش، فوق المائدة ديال الأكل. فإحنا الآن حرمنا من الاستمتاع بالأكل مع الأحباب، وحرمنا بذلك وجبة العاطفة. كين دابا الآن الناس كي يأكلوا خصو غيسالي الوجبة، هذا بالنسبة لي أنا أنصحه قبل ما يأكل حسن. يعني كين الناس دابا اللي كي يأخذ الوجبة عنده ضغط العمل، عنده ضغط السيجارة، عنده ضغط الهاتف، عنده ضغط خصو يجاوب على 660 مساج جاه في الهاتف ديالو، 500 مساج جاه في البوط الإلكترونيك ديالو. يعني أشياء اللي حرمتنا من الآباء والأجداد ديالنا، باش أننا نشربوا الثقافة ونشربوا الحكمة ونشربوا ساكشي اللي داروا جدودنا. فقلت أنا يا اليوم الحلقة هي على موقع التواصل الاجتماعي ديال الأجداد ديالنا، هو مائدة الأكل ومائدة الغذاء. علميا باش نكونوا واضحين، لاش دينا أي كائن بشري مهما كان، لاخدنا أغنى رجل دابا الآن ولا امرأة ولا طفل دابا راه ولاو حتى الأطفال، الو اغنى رجل او امراه او طفل في العالم وحطيناه معزول تماما في بلاصه واعطيناه كل مقومات الحياه، سياره اخر موديل، طائره اخر موديل، جميع مقومات الحياه التي يظن الانسان انها هي الحياه، مع العلم ان الناس في يعني الاطمئنان لقاه سيدنا ابراهيم في النار، لقاه سيدنا يونس بطن الحوت، لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، لقاه اهل الكهف في الكهف. كل يوم يقدر يعيش في الكهف ويلقى الاطمئنان. فالاطمئنان ليس ما تكسب بقد ما ماذا تفكر في اي شيء تفكر. فانا بالنسبه لي لا 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 حطينا شي شخص واعطيناه كل مقومات الحياه وحطيناه بوحده غيمرض. عندنا كتبدا 24 ساعه الاولى ما كيشوف حتى واحد، هادشي اللي كنهضر انايا علميا، وممكن ان نزكي هادشي هذا بجانب علمي جدا، وانا غادي نعطي الدليل. 24 ساعه ما كيشوف حتى واحد، شويه كدوز 48 ساعه ما كيشوف حتى واحد، اسبوع اسبوع سيجن، يعني غيوقع مشكل فيما يخص الهرمونات، لان ما غيكونش عنده اشباع بواحد الهرمون حنا غادي نهضروا عليه يسمى بهرمون الجماعه، هرمون سميتو لوسيتوسين. الوغ هرمون الجماعه هو لوسيتوسين، دايوغ ماشي غير الجماعه ديال الكائنات، حتى الحيوانات. هذا الشخص هذا الا حطينا مع حيوانات ممكن يكون الامتداد ديال الحياه ديالو، وهاد المشاكل يطوال، يعني الا كان غيحمق في واحد السيمانه غيحمق في واحد عام. اما الا حطينا الانسان معزول على اخوه الانسان، يعني كائن بشري بجميع المقومات، حتى اللغه تمشي له، حتى اللغه ما يبقاش يعرف يهضر. مثلا للاستئناس، شدينا واحد الشخص وحطيناه عاش في واحد بلاصه بوحده في واحد العالم ثلاث سنين، غيولي بحال دريدي صغيور يلاه كيتعلم الهضره. يعني الا بغى يتانتيغرا، الا بغى يندمج في المجتمع، خاصو عاد يتعلم الهضره من الاول تماما كالطفل. فهذا ماذا يوحي؟ يوحي أننا كائنات اجتماعية جماعية، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا جماعة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني نصلي جماعة. والله سبحانه وتعالى خلى الجماعة كذلك في الأكل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا جماعة. والجماعة ماذا تعطي؟ تعطي واحد الوجبة ديال العاطفة عاد زائد وجبة ديال الأكل، لأن الأكل لما الانسان كياكل يستخدم ما يسمى بلو سيستيم نيرفو، خاصه لو سيستيم باراسيمباتيك. ملي كتكون مقلق تستخدم لو سيستيم سيمباتيك، وهادو ما بجوج مستحيل يكونوا مع بعضياتهم. يعني لو كنتي مقلق ما تحتاجش تاكل، لان جسمك لن يهضم اي شيء من هذاك الشيء اللي كتاكلو انت. فهاد الشيء اللي داروا جدودنا، كانوا جدودنا كيديروا وجبه ديال، يعني انا كنظن يعني الاخوان في علم الاجتماع غادي يهضروا على هذه المساله، غادي يهضروا على هذا التشتت
ماشي كنهضر بالتشتت بالجانب السلبي ديالو، ولكن بواحد الانسان يفهم المعنى ديالو. حنا وقع لنا تشتت، ما بقيناش كنجلسوا، والدليل راه كلشي كيعرفوا، اي واحد في المنزل ديالو دابا يعني اغلب الناس كيعرفوا بلي الاب كياكل بوحدو، الام كتاكل بوحدها، الدري اللي عنده 4 سنين كياكل بوحدو حتى كيخرج من المدرسه، الدري اللي عندها 5 سنين حتى هي كتاكل بوحدها. فهذا بالنسبه لنا تشتت عائلي. الاب كيجي حتى الليل ما عمره كيجلس مع ولاده فوق الطبله، الام كذلك ما عمرها كتجلس مع ولادها، كتجي توجد الفطور للاطفال وهي تفطر حتى العشره. فهذه هي الحياه اليوميه ديالنا، وكنظن ان اي واحد متفق ان هذه الحياه اللي كنعيشوا. فإلا كنا غنشتغلوا على الصحه ديالنا، يجب ان نشتغل على اي نقطه من النقاط ديال الحياه ديالنا، لانها كتاثرنا في لان الرمله شنو هي؟ ملي كتجيب انت واحد مثلا واحد هذه ديال الرمله، راه الرمله راه رميلات، راه حبيبات صغار، يعني حبيبه زائد حبيبه زائد حبيبه علم الله شحال من هذه، كتعطيك هذاك اللي كنشوفوا حنا اللي كنسميوه حنا ذاك باش تخدم ولا بالكياس ولا هذه المسائل هذه، راه حبه حبه. فهذه الحياه ديالنا، فملي كنبقاو نديروا اخطاء ونراكموا هذه الاخطاء كيولي عندنا جبل ديال الاخطاء. فهذا الشيء ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على موقع التواصل الاجتماعي اللي هو المائده اللي كانت عند الاجداد ديالنا، وغنزكيوها علميا ان شاء الله باذن الله بالبعض الاشياء باش هكا تكون عندنا الامور مضبوطه. العلم لان استسمح العلوم بعض الناس يعني ما كيبغيوش الاشياء العلميه، يمكن حيت ما كترقاش الانتظارات ديالهم وما كترقاش لذاك المصالح ديالهم. فالعلوم هي علوم ونحن لا نستحي من العلوم، والعلوم يجب ان نقولها. ربما ولات عندنا عادات، ونحن بالنسبه لنا حنا خاصنا نكسروا العاده الا كانت علميا ما صالحناش. هذه بالنسبه لنا حنايا حتى نعتمد على العلوم، والعلوم راه هي ذاك الشمعه اللي كتضوي بها في الظلمات ديال الجهل. فبالنسبه لي انايا، لان الجهل حاجه والاميه حاجه. الجهل هو كاين ناس الان علماء وجاهلين، لان كيكون عندك علم ما كتخدموش مزيان او انت يعني فيه الضلال. فهذا بالنسبه لي انا جهل، ماشي اميه، هذا جهل. فبالنسبه لنا حنايا العلوم هي واحد المصباح كنضويو به، فاحنا هذا هو اللي نتوخاو اننا نعطيو للناس الاشياء اللي كانوا كيديروا جدودنا، والناس جدودنا كانوا كيجلسوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو المائده ديال الاكل. نعم. نعم. الكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا، حنا فاتحين باب التواصل من خلال الارقام اللي هي 0522 46 72 50 51 او 52، او 0522 88 00 60 61، او 62. غادي نمشيو نستقبلوا في اول مكالمه معنا، ناخذوا معنا حميدو على الخط من الرشيديه. اهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لالا. اهلا وسهلا دكتور الحليمي. مرحبا بنزيل الرشيديه. بارك الله فيك لالا، الله يجازيكم بالخير. اهلا وسهلا يا رب امين، مرحبا بك لالا. الله يطول عمرك ويطول عمر الدكتور. هو في الحقيقه رجعنا للجدود والوالدين، الله يرحم له الوالدين. امين يا رب. فكرنا بداك الشيء باش اللي كنا تنعيشوا، يعني هاد الانسان هذا رجعنا لذاك الشيء باش كنا تنعيشوا، عشنا الحمد لله صحه جيده سليمه، وداك الاجتماع اللي تنتجمعوا الاكل وتناكلوا يعني مجموعين وموحدين، وهذا يعني الله يجازيه بالخير. هذا الشيء اللي بغيت نقول له انا. شكرا لك، غنشكرك بزاف على الاتصال ديالك. والله يطول عمرك اسيدي، وراه ديما تنسمعوا لك. انا ديك المره فاش هضرتوا على الادمان، انا مدمن على ميد راديو. وداك الدكتور الله يكثر خيره ويطول له عمره ان شاء الله، ويخليكم يعني منار لهذا يا رب امين. شكرا الحقيقه، لا تتنورونا والله، لا تتنورونا. شكرا جزيلا، هذا واجب، هذا واجب علينا. شكرا جزيلا لك حميدو، غنشكرك بزاف تواصلتي معنا من الرشيديه. شكرا جزيلا. وطبعا انه كل واحد منكم راه اي كلمه ولا اي شهاده في الحق ديالنا صراحه راه هي تكليف اكثر من هذا الشريف. وشكرا جزيلا، وكنتمناو ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. غادي نمشيو نستقبلوا هذه المره وسط الحليمي في مكالمه اخرى معنا سعيد على الخط من الفقيه بن صالح. مرحبا بك سعيد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعيد. بغيت نهضر مع الدكتور الحليمي. تفضل. مرحبا بك سعيد. بارك الله فيك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير اسيدي، لاباس؟ الله يبارك. الحمد لله، الله يبارك. الحمد لله، كلشي بخير. الله يخليك اسي الحليمي. عندي واحد الدري عنده 5 سنين، ودرت لي شي تحاليل، وعنده لافيغيتي 5.6. اييه كنسمعوك سعيد. عنده ليزيما سي 15.8، وعنده هيموغلوبين 11.3.
وفيتامين دي عنده ناقص حتى هو. شحال؟ شحال عنده فيتامين دي؟ لا فيتامين دي كاين كاين 13. اي 13 داك. وممكن قالوا لي ممكن دير لي شي واحد التحليله ديال وقصير في القامه. نعم. تيعاني شويه والوجه شويه مشاحب شي شويه واخا واخا ديتي عند المختص يشوف شنو الاصل ديال الفقر الدم. عند بيدياتر شنو المشكل ديال فقر الدم؟ منين جاي فقر الدم؟ منين جاي فقر الدم؟ ما عرفناش منين جاي ما داكوغ. من الجلوتين كيجي كخوا شكات قالت لي شكات الطبيبه قالت لي ممكن ممكن يدي شي تحليله ديك ديال ديال ممكن يكون عنده المرض سيليا. لا هو هو الشك ممكن يكون في واحد المرحله من 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 التشخيص اما من بعد من بعد خاصو يكون اليقين لان احنا بالنسبه لنا ما كنبنيوش الاشياء والمعلومات على الشك. يعني بالنسبه لنا الشك يكون قبل التحاليل من بعد التحاليل خاصو يكون اليقين واليقين هو الطفل ديالك خاصك لان 400 سبب ممكن يكون ديال فقر الدم. اول شيء خاصو يديروا المختص واللي ما قادش المختص يديروا كاين مختصين اللي عندهم كفاءه اللي ممكن يدير. يعني اول شيء تعرف على ولدك وانك تمشي عند مختص يعرف لك علاش عنده هذا الطفل هذا المشكل ديال فقر الدم لان اللون شاحب جاي من نقص الهيموغلوبين الوغ الهيموغلوبين ولا الحديد ملي كيكون ناقص كيعطي هاد المساله هذه. بغيت نسولك فطرتي انت ولدك هاد الصباح فطرتوا بجوج جماعه؟ كنفطر معاها كنفطر وانا اتساءل علاش طاقيا كنحس بك بحال الا عندك شويه باتري فابل جو سي با علاش. نعم عندك شي شويه الطاقه يعني يعني بحال الا شويه عندك ديال الاحباط جو سي با. انا بعد نعم احباط دكتور. نعم نعم شي احباط ما كاينش احباط لان الطريقه باش كتهضر انا نتخيل راسي انا ولدك. نعم اسيدي غنستمد منك الطاقه. لا ما نعم ما غاديش نلقى انا ديك الطاقه الا الايجابيه غادي نزيد نوضح لك ان شاء الله. نعم غنجاوبوا على سؤالك سعيد وكنتمنى ان شاء الله تكون فهمتي شنو القصد من السؤال ديال استاذ الحليمي. لانه سبحان الله شوف الاثير علاش كيقول لك الاذاعه عندها سحر خاص استاذ الحليمي. الصوت بوحده كيخليك ربما وبعد شحال من واحد من خلال الصوت الانطباع ديالو كيكون صادق على ذاك الشخص. يعني الوقت اللي كيتلاقاه كيقول فعلا هذا الشيء اللي تخيلت وهذا الشيء اللي كان. نعم نعم هو استاذ عفاف حنا كنسميوه ماشي هذا الميدان هذا. نعم ما سميتوش البصري السمعي. نعم سميتو السمعي البصري. وهذا اسم دقيق جدا. علاش السمعي سبق فعلا السمعي سبق ونورمالمون السمعي علاش لان كل الحواس في الليل الانسان لما كينعس كديزاكتيفا الا السمع. نعم وان شاء الله تكون حلقه ان شاء الله ونهضروا على هذه المساله علميا كيفاش السمع يوطد المعلومه بواحد النسبه كبيره. حتى البصر ما كنهضروش على البصر ولكن غير البصر ملي كنكونوا الكاميرا خدامه البصر استاذ عفاف يكون معها البصيره. نعم ملي كيكون البصر بدون بصيره ممكن اننا نسرطوا شي افكار اللي ما تكونش في الصالح ديالنا. نعم نعم طيب هو قال المشكل ديال فقر الدم عند الوليد ديال استاذ الحليمي اشرتي هي قال باللي الطبيبه كانت فقط شكات في المساله ديال الداء الزلاقي. نعم وهذا الامر ربما سهل اليوم كاينه تحاليل اللي سهل على انك تكشف واش كاين المرض ولا ما كاينش. تماما هو استاذ عفاف اولا احنا لا نبني على الشك. اي حاجه لا لان حتى في العلوم في طريقه التعامل مع العلوم ملي كنديروا ليبوتيز ملي كنديروا النظريه خاصنا ناكدوها. فما يمكنش انا نبني على الشك، انا اشك في مثلا هذا المرض الزلاقي، فانا يجب ان اقول واش عندي مرض زلاقي ولا حتى ديك جو بونس راه كتضيعنا بزاف لان كاين الناس اللي عاشوا بواحد البروتوكول ديال الادويه ديال 10 سنين مبني على جو بونس، انا جا عندي مريض تشخص بواحد المرض وفي الاخر هذا المرض ما عندوش، خدم 10 سنين هو كياخذ بعض الادويه مبني على جو بونس، كذلك كاين بعض الحالات لان احنا بالنسبه لنا ماشي غير في المغرب، هذا مشكل عالمي. مشكل ديال التشخيص كاين بعض الحالات التي لا تشخص. حنا الحمد لله في المغرب عندنا كفاءه عاليه. كاين الناس اللي ما تشخصوش برا وجاو المغرب وعرفوا المرض ديالهم. هذه لا يعني ما كيناقشوش فيها جوج بلي الكفاءه الحمد لله عندنا في المغرب كفاءه عاليه جدا. فغير خير الناس وهنا غادي نحل واحد القوس ما يفوتنيش كذلك نوصل لك استاذ عفاف نوصل للاسره ديال مدرسه راديو السلام ديال اهل طنجه لان البارح كنت محاضره في دار الصحافه في مدينه طنجه وصراحه تلاقيت مع ناس يعني ناس عظماء. صور استاذ عفاف تلاقيت مع واحد الكوتش اللي بهذا المفهوم هذا فعلا هذا الشخص هذا يعني من اروع الاشخاص اللي تلاقيتهم انا في الحياه ديالي. لان بعض المرات استاذ عفاف كيكون انسان كيشتغل في واحد الغابه كيصحابك كتخدم غاب وحدك
بعض المرات كتقول وانا يمكن غادي بوحدي في هذا كنقلب في وسط هذه الغابه نوصل شي هدف، مع العلم ان بينك وبين واحد اخر نفس الهم ديالك وغادي في نفس الطريق. نعم غير شجره. نعم وانت ما كتشوفوش، مي راه كاين حداك، ربما انت مي كتشوف بعينك كيبان لك السبوعه والنموره والضبوعه ولا هذه، ولكن من وراهم كاين واحد الشخص اخر كيشتغل بحالك، ومن ورا داك الشخص كيشهر، يعني كاين واحد الكم ديال الناس في هذا المغرب بودور، والله العظيم الى بودور. وحنا صراحه انا لي الشرف انني نتلاقى بهاد الناس. نعم. لان كنقول انا هادو هما داك البذور ديال المغرب، هما اللي غادي يزيدوا من المغرب القدام، هما اللي غادي يكونوا المستقبل ديال يعني ملي كنشوف هاد الناس انا شخصيا اتحمس، لان حنا الحماس راه كيطلع ويهبط باش نكونوا صراحة. يعني بعض المرات كتشوف شي حوايج كتهرش لك هذيك العزيمه ديالك، وخاصه هاد المجال ديالنا مطلع العيش والتغذيه راه مستنقع، استسمح الناس راه خصهم يعرفوا بلي راه حنا راه كرميو راسنا في المستنقعات من اجل اننا نخرجوا لكم هذيك المعلومه وتجوا تستعملوها في الحياه ديالكم. فكنلقى بلي كاينين الناس اللي عندهم هذا الهم هذايا واخا ما معروفينش. احنا بالنسبه لنا ما يهمش واحد انسان معروف ولا، لان ما عندناش الهدف حنا نتعرفوا، عندنا الهدف هو اننا نعرفوا للناس شنو خاصو يدار واخا ما نبانوش كاع في الواجهه. انا دخلت القاعه والناس باقيين ما عرفوش هذا الحليمي ولا ماشي الحليمي، نتمنى ان ديما، لان انا بالنسبه لي ما كتهمنيش الصوره، كاين الناس اللي جمعنا معاهم وكيذكروا الاسم ديال الحليمي وباقي ما عرفوش شكون هذا الحليمي كاع. انا بالنسبه لي ليسونسيال هو انني كنفرح ملي كنلقى ناس حاملين هذاك الهم اللي انت حاملوا لهذا البلد هذا وهاد المواطنين وهاد الناس ديال هذا المغرب هذا. فانا فرحت بزاف صراحه، وكنشكر هاد الناس اللي يعني كان عندنا البارح لقاء رائع جدا حول الطفل، وخاصة طفل التوحد. هضرنا على الحقيقة، قلنا شنو كاين، عطينا للناس، عطيناهم طاقة إيجابية. الناس مشاو مشحونين طاقة إيجابية، الناس اللي حضروا المحاضرة راه كلهم مشاو بواحد الطاقة رائعة جدا. ملي كيخرج الإنسان المحاضرة ومبتسم وكله طاقة يمشي يشتغل، فآخر كلمة قلت لهم أنايا ثم بغيتوا هذا المغرب يزيد القدام ونوضوا نخدموا، هذه الاخر كلمه قلت لهم. فالحمد لله كان واحد كان هذا الشيء اللي قلت انا حليت هذا القوس، لكن الناس اللي كيشتغلوا ماشي غير جنود الخفاء، هذو راه جنود ما يعني اكثر شي حاجه اكثر من الخفاء، من اجل لو بيان ديال هذا البلد هذا وديال هذا الوطن هذا. والدافع شنو هو؟ هو حب الوطن وحب الكائن اللي كيعيش في هذا الوطن. ونتمنى ان شاء الله هذه الوطنيه بالتعريف ديالها، هذه هي الوطنيه الحقيقيه، اننا نخدموا البلد ديالنا، ماشي تضروري تندوس واحد القناه ولا ندوس هذه عاد بان بلي كنخدم البلد ديالي. خدم البلد ديالك من البيت ديالك، من وسط البيت ديالك. بغيت تخدم البلد ديالك كل مع وليداتك، كل مع الزوجه ديالك، ناقش مع وليداتك شنو المشاكل ديالهم، ناقش مع الزوجه ديالك شنو المشاكل ديالهم، ديروا وجبه جماعيه، ديروا موقع التواصل الاجتماعي اللي هو الطبله، وناقشوا وخذوا وجبه من العاطفه وخذوا وجبه من الاكل وشركوهم بجوج، غيعطي اشياء راقيه وغنخرجوا للشارع وغنخدموا هذا البلد هذا، وهذا هو المرغوب. نعم. نعم. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا دائما استاذ الحليمي، المساله ديال العاده ديال الاكل وسط الجماعه. تكلمنا ربما وكاين الكثير اليوم من الحجج اللي كيعطيوها الكثير من الناس بحكم الظروف مثلا ديال الوقت او لا الكثير من الامور. نبداو من النشأة، فغنتكلموا على الطفل اول حاجه، شنو ممكن ياخذ الوليد يعني من العاده ديال الاكل وسط الجماعه؟ الاطفال ديالنا شنو كيستافدوا؟ نعم، هو الطفل استاذ عفاف قلت انايا الطفل داير بحال واحد الكاميرامان، شد كاميرا وتابعك اللي درتيه كيديرها هو. وتصور غير الجلوس على المائده ديال الاب وديال الام في الصباح الباكر شنو كيدير في الطفل. طب الصباح بكري حد الطبله، الى عقلتي استاذ عفاف واحد السيده كنا هضرنا على الطفل. نعم. وقالت لك انا كنحط لهم غير الماكله ما كنقول لهمش اجيو ياكلوا. نعم. كيلقاو الماكله محطوطه، حنا الحمد لله الانسان كنقولوا العين اللي كتاكل، العين ديالنا راه كتاكل، ان الليبتين والجريلين وهاد الهرمونات ديال الجوع وديال الشبع تفرز كتسمى لافاز السيفاليك. الطفل غير كيشوف داك الاكل كيبدا يفكر في الاكل، لانك ماشي انت تنوضوا من الفراش ومباشره يفكر في الاكل، هو كان كيحلم وسال الحلمه ديالو مباشره غيفكر في الاكل، مستحيل. فالطفل كذلك عاوتاني مثلا النعناع، يمكن الله سبحانه وتعالى يعطينا النعناع فيه غير مذاق، عطانا فيه رائحه، علاش؟ من اجل ستيمولاسيون، من اجل التحفيز ديال الدماغ ديالنا. فالجلوس ديال الاب وديال الام، وهنايا كاين واحد المفعول عند الاطفال استاذ عفاف، ملي كنقول طفل، الانسان الكبير راه استمرار ديال الطفل، اي انسان ما كيعيش واحد النهار في الاسبوع ديالو كطفل، فانا ننصحو انه يعيش في اليوم ديالو كطفل، علاش؟ لان هذه المساله اللي حنا شكون اللي عنده الحق يولي طفل هو كبير؟ هو الكلون، هو المهرج، صافي. فحنا يجب اننا نعيشوا ذاك الطفوله ديالنا. الكائن البشري استاذ عفاف عنده مفعول يسمى لافي جروب، مفعول الجماعه.
شنو هو مفعول الجماعه باش نفسرها بطريقه بسيطه. الا شدينا 10 الاطفال، طفل واحد عطيناه حلوى وتسعود عطيناهم تفاحه، غيمشيو للمدرسه ولا غيخرجوا ولا يمشيو شي بلاصه، هذاك اللي غندو الحلوى غيخلي داك الحلوى وغيبغي تفاحه. العكس، الا شدينا 10 الاطفال وعطينا تسعود حلوى وواحد عطيناه تفاحه، هذاك اللي عنده التفاحه غيرمي داك التفاحه وغيقول لك انا خصني حلوى. هذيك هي الخلايا اللي كنسميوها حنا لي نورون ميغوار، خلايا المرآه. الانسان يحب ان يطبق، غير هو خاصو يكون عنده الغربله. فالطفل ملي كيشوف الاب والام ديالو في النشأة الاولى كياكلوا مجموعين، نعم، حتى هو كيحاول يجلس معاهم وكيحاول يعني كاين اطفال دابا انا كنشوف عندي اصدقاء اطفال ملي كتحط المائده كيتسابقوا على الكراسه شكون يجلس وهذه. وكانوا عندنا اطفال في في الغوندوني اللي داز جوج اطفال يعني الاباء ديالهم ما عمر كيقول لك ما عمرهم كلاو هاد الوجبه هذه، وكيولي لان يعني الطفل هذه نقطة الضعف ديالو. وشوف الأطفال الآن دابا، الأطفال ما ياكل لك لا لوبيا لا عدس لا والو. بغيت أنا كنقول للناس بغيتوا ولادكم ياكلوا اللوبيا، أه خرجوه من الغابة، خرجوا واحد خرجة في الطبيعة وخليه يلعب، غيجي غياكل هذاك اللوبيا بالدارجة درع منه، غيتخيلها بيتزا وغياكلها، لأن هذا الشيء هذا كيوقع. أنا كنقولها للناس كاملين، علاش؟ لأن الدماغ ديالو شبع أكسجين، والخلايا دارت لا ريسبيراسيون سيلولار، دارت التنفس الخلوي، حرقات الطاقة، حرقنا الطاقة جانا الجوع، جا الجوع غياكل لك. وعاد زائد الناس وكيشوفوا الأطفال، أي طفل بغيتي ياكل لوبيا حطه في ثلاثة الأطفال كياكلوا لوبيا، أكيد أكيد هذه هي شي واحد ما يمكن ينكرها أنه غير. وهذا الشيء هذا كيستمر فينا حتى حنايا. إذا أول درس ومشكور أستاذ عفاف هي النشأة الأولى. الطفل أنا خصني نعلمه في البيت ديالي أننا ناكلوا مجموعين، وباش كنعلمو ماشي كنقول له اجي تاكل ولا هذه، كنوض انا. وكاين الناس دابا الام كتقول اجي بابا ناكل انا وياك، ولا اجي ماما ناكل انا وياك، وهي ما عمرها كلات قد ما هي والزوج ديالها. علاش؟ ما عطاتش ليكزومبل للطفل. فالنشأة الاولى كتبدا في المدرسه ديال المنزل، والمنزل من تما كنعطيو الدروس العمليه، لان الناس كيعطيو دروس الكلام بزاف، والاطفال لا يحبون الكلام. فالاطفال يعني انا البارح كان واحد الطفل جا طرح السؤال ديالو، قال لك قال السؤال كان قالنا انا طفل مشاغب. والله العظيم استاذ عفاف هذا طفل البارح. نعم شحال في عمره تقريبا استاذ الحليبي؟ تقريبا جو بونس داك 6 سنين ولا 7 سنين. لانه الاعتراف كيجي باش يجي من طفل يقول لك انا طفل مشاغب. وباش تطلع استاذ عفاف فوق لاسين ديال دار الصحافه وتقول للناس انا طفل مشاغب، نعم هذا راه عنده شخصيه، هذا راه غدا ولا بعد غدا، راه من دابا هذا حط هذاك الساس ديال الشخصيه القويه، حطها يقول انا طفل مشاغب. مي قال انا طفل مشاغب زاد ولكن مجتهد. نعم هذا الشغب، هذا شغب إيه؟ دابا حنا تعودنا انا ندير الشغب، هذا الشغب ايجابي. مثلا مي كنقولوا استغلال الاطفال في المنزل، نقدر انا نستغل الطفل ايجابيا، نستغل هذيك الحاجه ديالو الاكل، نستغل، لان حنا المصطلحات ربما حصرنا المعنى ديالها في الجانب السلبي. الطفل قال لك مشاغب، ولكن صدمنا في الاخر قال باللي هاد الشغب هذا، واخا انا مشاغب عفوا في الدراسه ديالي متفوق. فكذلك كان التدخل، ديال الكوتش، وكان يعني جواب رائع جدا. وبالنسبه لنا حنايا كان واحد اللقاء قوي جدا. فممكن انني نستغل مثلا الاطفال ديالي داك الحاجه ديالهم، داك لان ملي كتعطي الطفل ديالك ياكل في الطبيعه استغليتي الجوع ديالو في وسط الطبيعه. فهكا عاوتاني استغلال ماشي ضروري يكون بجانب الخايب، كاين مع الاشياء الايجابيه اللي ممكن نستغلوا، هاد لي في جروب اللي عند الاطفال. الاطفال عندهم مفعول الجماعه، فلما لا اننا نستغلوا مفعول الجماعه ونحطوا الطفل وسط الجماعه. فاذا كانت الجماعه تمشي بعدد جيد، هذاك الطفل غادي يعني يتامبري ما فيه، غيتطبع فيه الطبع الجيد او لا غيتطبع فيه الطبع الخايب. وهذا الشيء هذا كما كاين عند الاطفال كاين عندنا، وكيبدا منذ النشأة الأولى ملي كيكون الطفل داخل الحضانة ولا داخل الأسرة النووية. نعم. نعم، وغنرجعوا غنتكلموا على الكثير من الإيجابيات، وحنا كنتكلموا على العادات والخصال الكثيرة اللي كانت مرتبطة بالتغذية عند الناس زمان. أستاذ الحليمي، غنتكلموا على كيفاش لما كانت الأسرة المغربية كتجمع على ذاك الطاجين كانوا كيتعلموا حتى واحد الخصلة اللي هي جميلة جدا. نعم. هي الصبر. كل شيء كيعرف على أنه يعني الكثير في العادات في المناطق المغربية
كان داك الحق ديال اللحم كل واحد كيتسنى الحق ديالو لتحت ماشي الفوق. نعم فعلا والله العظيم يعني الا جا الانسان يفكر فيها وسال الحليمي وتا في التحليل ديالها راه كان من تما الانسان كيبدا يتعلم الصبر انك كتسنى الحق ديالك حتى يجيك. نعم الكثير من الامور مازال غنوقفوا عندها. نمشيو باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا عزيز على الخط معنا هاد المره من قلعه الصراغه. مرحبا بك عزيز. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا مرحبا بك. الله يجزيكم بخير. شكرا لك عزيز مرحبا بك معنا. تنورونا بهذا البرنامج الله يجزيكم بخير. يا رب امين. شكرا جزيلا هذا واجب. كيداير الدكتور حليمي؟ لاباس الحمد لله الله يبارك فيك. كيداير بخير؟ اني احبك الحمد لله وانا كذلك. الله يرحم الوالدين. امين يا رب. امين يا رب. نقول لك دكتور انا شويه عندي بحال ما عرفت واش عندي ضعف الشخصيه ولا الله اعلم. اول حاجه اسمح لي عزيز شحال في العمر ديالك؟ العمر ديالي 35 سنه. اييه نعم. متزوج يعني رب الاسره ولا عندك وليدات ولا لا؟ نعم. نعم شحال عندك ديال الوليدات عزيز؟ عندي اربعه ديال الوليدات. اييه واخا تفضل. بحال ما كان بحال ما كنقولش معاهم بزاف ما كنجامعش معاهم. مع من؟ مع الاسره ديالك؟ مع الاسره ديالي. ولكن علاش 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 ظنيتي انه هذا ضعف بالشخصيه؟ علاش؟ ما عرفتش انا بحال التصور ديالي هذا هو. هانت اسمح لي عزيز غير باش نبسطوا اكثر وحتى المستمعين الكرام يفهموا، شنو هما المواقف اللي كتحس باللي انت عندك ضعف في الشخصيه؟ شنو الموقف اللي لا تحطيتي فيه كتحس ان شخصيتك ضعيفه؟ مثلا اعطينا مثال. مثلا ملي كندخل للدار صافي كنمشي كندخل بيدي نعس ونخليهم هما قاعدين يتفرجوا ولا قاعدين ما كتجمع معاهم ما كتهضر معاهم ما حتى حاجه. نعم. وهذا الشيء كان من الصغر ولا غير حتى تزوجتي؟ هذا الشيء كان من الصغر. من الصغر. نعم. شحال شحال عشتوا بكم في الاسره ديالكم انتم؟ حنا تقريبا شي 15 ولا. والذكور شحال؟ الذكور اربعه. وانت الموقع ديالك وسط منهم كنتي من الناس اللي متغلب عنهم او لا كنتي مسيطر؟ شنو كان الموقع ديالك؟ لا ماشي عزيز للاسف انقطع مع الاتصال للاسف استاذ الحليمي. كنا مازال بغينا نتكلموا مع عزيز. تعرفوا استاذ الحليمي لانه فعلا شوف الموضوع بعض المرات الخيط ودائما احنا راه التخصص معك يبقى في التغذيه ولكن كاين امور اللي هي مرتبطه باشياء اخرى نفسيه اجتماعيه فيها تنشئه فيها الكثير من الامور. المساله اللي شرتي لها استاذ الحليمي ديال الاكل وسط الجماعه علاش تكلمنا بدينا بالتنشئه الاولى عند الاطفال؟ فكيف ما قلتي انت سولتي وشكرا على الاسئله اللي طرحتي لي قلتي لي شنو الموقع ديالك اللي كان وسط الاخوه ديالك؟ لانه تا وسط الاخوه فعلا كاين واحد اللي كيكون مسيطر والشخصيه ديالو كتكون حاضره وكاين ربما وحنا دائما كان عندنا ذاك المساله ديال كناخذوا النظره على انه هذاك الاخ الصغير هو اللي كيكون دائما مغلوب على الامر ديالو ما كيلقى ديك القوه ديالو حتى كيكونوا الام والاب حاضرين لانه كيكون في الشج. هو كان نقطه علاقه بالموضوع ديال اليوم. بالنسبه لنا الجلوس على المائده يعني المائده ديال الاكل. نعم. ما يعني ما يمكنش نقول انا ما عنديش شخصيه مع الاسره ديالي. نعم. ثانيا الشق ديال ضعف الشخصيه اكيد هذا موضوع ممكن يهضر فيه الاستاذ الممون ان شاء الله في احدى الحلقات. يعني الحمد لله هو كفاءه عاليه اللي ممكن يفصل في هذه النقطه هذه. ما احنا بالنسبه للشق الغذائي فما ما ما نظنش انه يكون سبب. يعني اكيد يعني المختصين وكما قلت انا يا الاستاذ المامون الى هضر مع الشخص هذا يمكن يعرف العديد من الاسباب. مي انا باش نبقاو في الاطار ديال التخصص فالوجبه بالنسبه لي انا اذا كانت عندي مثلا هو اولا استعمال مصطلح قوي الله يعطيكم الخير ما بقاوش لان كنسمع استاذ عفاف ناس كيتصلوا بيا كيقول لك انا عندي ديبرسيون. نعم هكا كانها ولات موضه اليوم تقول انا عندي ديبرسيون. وكاينين فريمون الناس اللي ولات عندهم موضه انا عندي ديبرسيون كتلقى يعني استسميح كتلقى وحده خدامه مع اصدقاء الصديقات ديالها في العمل كتجي كيسولوها مالك كتقول لهم انا جاتني ديبرسيون. بحال الا نهضروا على التكشيطه بحال الا كنهضروا على الجلابه ماشي بهذه الطريقه هذه. يعني اولا التشخيص ما يمكنش انت تشخص راسك عندك ديبرسيون زائد كون نعرفوا شنو هي لا ديبرسيون لان التعريف ديالها كون نعرفوا شنو هي لا ديبرسيون راه بالدارجه وهليم لان هذه المسائل هذه ما نبقاوش لان ملي كتقول انا عندي ديبرسيون كتكون خشيتي راسك واحد السجن ديال الافكار هو السجن هذايا اللي كتحط راسك فيه انت ملي كتقول عندي ديبرسيون. بالنسبه لي انايا يعني مساله ما خصهاش الدار وحتى استعمال المصطلح. وسامحيني غير باش نعطيو
نعطيو العزيز فرصه لانه رجع راه رجع ربط بين الاتصال وسميحه ومجدولين كيشيروا لي بلي راه معنا على الخط. معليش نرجعوا نسمعوا ليه. عزيز مرحبا بك معنا من جديد. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. نعم مرحبا تفضل. انا الاكبر في خوتي. اها انت الاخ الاكبر. نعم اه اييه. وبحال ما كان ما بحال نقص شويه ناقص لك بحال وصل الاجتماعي مثلا العائله كان ديما منعزل بحدي ديما. نعم واخا دابا انت هما مي كانوا كيلعبوا انت كنت هاز الهم ديالهم داكشي علاش؟ لا انا ما كنلعبش اصلا. هكا فوالا هادشي اللي قلت لك انا نيت. اه وشنو دابا بغيتي نعرف مثلا ملي كتجلسوا تاكلوا مثلا فوق الطبله انت شنو كتهرب؟ نعم فعلا علاش كتهرب؟ كتهرب منهم ما كتبغيش تاكل معاهم في طبله وحده. من طبيعه الحال. نعم علاش شنو السبب؟ اعطينا اي سبب مثلا دابا راه اعطينا سبب رئيسي مثلا انت خوتك جالسين فوق الطبله ما قدرتيش تجلس معاهم شنو وسط خاطرك شنو اللي خلاك ما تجلسش معاهم فوق الطبله؟ بحال هما صحاب غادي هما هما كاين اللي كيكونوا ياكلوا كيضحكوا ويهضروا انا ما كنضحك ما نهضرش. جيد جيد هذا ممكن يكون سبب. تمام هذا السبب الوحيد. اه داكوغ واخا نوجهك ان شاء الله باذن الله. والثاني مع الوليده الثاني دوك الثاني مع الوليدات ديالي تا هما يعني بحال انا مثلا ما نضحك ما كنضحكش معاهم بزاف ما كنريح معاهم. نسولك شكون اللي شكون اللي كيمنعك انك تجلس معاهم وتضحك معاهم حتى انت مع خوتك ومع وليداتك شنو المانع؟ ما نكذبش عليك ما لا غير دابا حنا كان دابا شوف دابا حنا بقلوب مفتوحه راه وبدون حرج غير مثلا انت مثلا وليداتك جالسين والزوجه ديالك جالسين او الاخوان ديالك جالسين شنو اللي منعك انت ما تضحكش؟ قول اي حاجه اللي ممكن تضحك المهم انك تندمج معاهم شنو المانع؟ هل عندي عجز في الضحك بحال ما واخا واخا نجاوبك ان شاء الله. الله يجزيك بخير. بغيت هذيك النمره ديال هذيك ديال الدكتور بكل وضوح. اييه الاستاذ مامون مبارك الدريبي. واخا ان شاء الله ما تقطعش يا عزيز رجع لعند سميحه باش تعطيك الرقم اللي انت طلبتيه. شكرا جزيلا لك عزيز تواصلتي معنا من قلعه السراغنه. هو فهم التوجه مره اخرى غتسمح لي. نعم وغتسمح لي غير استاذ الحليمي دائما نشكر المستمعين الكرام لانه ماشي سهل ان الانسان يقبض التليفون ويقول لك ويتواصل معك ويقول لك ويبوح بالمشكل اللي عنده. فشكرا على يعني احنا الصدر ديالنا راه دائما يعني بصدر رحب كنستقبلوا كل المكالمات ديالكم وانا كنشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم لان ماشي ساهل استاذ الحليمي راه اول ربما حتى الاخصائيين كيقول لك راه اول حاجه بعدا كيبداو فيها حتى في العلاج هو الاعتراف هو الانسان بعدا مع نفسه كيكون عارف المشكل ديالو. نعم فان شاء الله هو غيرجع لعند سميحه وتعطيه الرقم الهاتفي اللي هو طلب. غير غادي نرجعوا للمساله ديال العاده ديال الاكل استاذ الحليمي وسط الجماعه بعد مرات راه كتكون مؤشرات. شوف ربما المشكل بان عند عزيز هو مازال طفل ولكن ربما الاباء ديالو ما ردوش له البال نهائيا وها هو دابا انعكس عليه. كان في الاول مشكل مع الاخوان ديالو ما كانش كيجلس معاهم فوق الطبله وربما كان كيفضل دائما انه ياكل بوحده. ها هو الامر وصل حتى لوليداته الزوجه. تخيل انه رب اسره ولا اب ما كياكلش مع وليداته في طبله وحده. تماما لان كيف ما كانش كياكل مع خوته ولا ما كياكلش مع وليداته. نعم يعني الاسباب متعدده. الحل موجود استاذ عفاف. نعم ولو هو راه فهم الحل يعني كاين الناس مختصين اللي ممكن يوجهوا هذا الشخص هذايا ويعرفوا مكامن الخطا فيه. فممكن ان نرجعوا هذا الحمد لله ماشي عاده اللي هي خايبه ماشي عاده اللي هذه هي غير هي عاده مساله تراكمات. هذيك التراكمات مي كنحيدوها ممكن الانسان يولي يعني يعيش مزيان وهذه الاشياء هذيا ممكن اننا نصلحوها بتخصص اخرى الحمد لله كاين الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا. غير باش نرجع لهذ المساله ديال مفهوم الجماعه. شوفوا استاذ عفاف ملي كنكونوا صايمين في رمضان نعم كيجي الصيام سهل يقلع على التدخين. كنا قلنا ان الانسان لما يريد ان يقلع على التدخين يجب انه يكون في الجماعه. ملي كنكونوا جالسين جماعه كنكونوا استاذ عفاف كناخذوا واحد لادوز عاليه جدا ديال هرمون سميتو لوسيتوسين. هاد الهرمون هذا هو اللي كيخلينا خصنا نشوفوا بعضياتنا. يعني الانسان يعني يعني كتشوف انت واحد الاخر فالاخر يغذي الوجود ديالك. الاخر يغذي الوجود ديالنا حنايا. يعني غير ذاك لوفات انت حنا يمكن تعودنا ولكن هذه راها فيزيولوجيا فينا. خاصنا نشوفوا الاخوان ديالنا البشر خاصنا نتعاملوا معاهم خاصو يكون جانب اجتماعي بيان سور
بواحد القوانين وبواحد الاشياء اجتماعيه تكون معقوله، الوغ ما يمكنش نتخلاو على بعضياتنا، فحنا كائنات الجماعه. وهادشي كنقولوا انا ماشي غير في الوجبه ديال الاكل، حتى في البناء. اذا بغيتي تبني سور، واحد راه خصو سيمانه باش يبنيه، ثلاثه غيبنيوه في يومين. فهذه هي الحياه ديالنا، فالحياه تتطلب الجماعه والذكاء. كاين ذكاء فردي وذكاء جماعي. الذكاء الفردي يقدر يعطينا ذكاء واحد، الذكاء الجماعي مثلا الى جمعنا الذكاء ديال جوج اشخاص ما غيعطيناش جوج انواع ديال الذكاء، غيعطينا ثلاثه. علاش؟ لان الذكاء ديال ذاك الفرد والذكاء ديال الفرد وذاك المزيج ديال الذكاء ديال هذا الشخص وهذا الشخص. مثلا نعطي مثال، السياره راه ملي كتكون في المونتاج ديالها كاين اللي كيصوب الهيكل، كاين اللي كيصوب الموتور، كاين اللي كيصوب الزاج، كاين اللي كيصوب البلاستيك، كاين اللي كيصوب الاضواء. كل شنو هذا؟ هذا هو الذكاء ديال كل مختص، عطانا ما يسمى بالسياره. وعطيت فقط مثال، والتقدم هو هذا، التقدم هو كنجمعوا الذكاء، ذاك القفه ديال الذكاء. يعني توجد الطاجين خاصك البصله وخاصك مطيشه وخاصك العطريه، الوغ هذا الذكاء مي كيتجمع كيعطي شيء ما كاينش في الوجود وكيعطي التقدم. ودايوغ هذا الذكاء الجماعي هو اللي وصل. علاش كنقول هذا الشيء؟ باش نعسوا هاد الافكار اللي كانت فايقه ونفيقوا الافكار اللي هي ناعسه، يعني الافكار اللي هي ناعسه اللي ممكن انها تزيدنا القدام. فهذا الشيء علاش كنقول للناس راه عندكم افكار في الدماغ ديالكم غير هي ناعسه، حاولوا تفيقوها. والجماعه ثم الجماعه ثم الجماعه، والجماعه كتبدا بالاكل ديالنا. راه اي جمعيه اي حزب عندهم ما يسمى بالجموع العامه ولا الجمع العام. شنو الجمع العام؟ ما يقدرش واحد يتخر قرار بوحده، هذه مساله صحيه. الجمعيه يعني سميتها جمعيه وخاصه يكون بالشروط خمسه ولا سبعه وزوجي فردي. علاش؟ باش يكون قرار صائب، كل ما تزادوا الناس الا وزاد الصواب ديال ذاك القرار. فهذا اعتراف باننا لسنا بكائنات ممكن تاخذوا القرار بوحدنا. ماشي ضعف، ماشي ضعف. ملي تقول انت رئيس الجمعيه تقول لك الناس الاعضاء عافاك راه بغينا نتجمعوا باش تاخذوا قرار، ماشي تعصب، ماشي تعصب. ولكن الا كلنا خمسه الناس ماشي بحال بوحدك، انت بوحدك تقدر تاخذ قرار غلط. وهذا الشيء اللي كنديروا حنا، الجماعه مهمه بزاف. نعم. نستقبلوا معنا ربيع هذه المره على الخط معنا من صلا. مرحبا بك ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير الحمد لله. ربيع اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اول حاجه بغيت عندي واحد الملاحظه في هذا. مرحبا ديال اليوم. اهلا وسهلا. 50% تقريبا ديال كاين حتى قله الحركه اللي ولات دابا قليله، الناس مع الطوموبيلات مع كنا في السبعينات تقريبا كانوا الناس تيتحركوا وتيتمشاو وهذه عاد تيجلسوا وتيكون واحد الشهيه. يعني دابا قلتي لنا ان الانسان خصو حتى يمشي للغابه عادي يتحرك. بكري كانت لا، كانت عندنا مناطق فاتحه كانوا موجودين. أيه. انسان حركه كتعرف. نعم. هذه ملاحظه. أيه. وعندي واحد عندي مشكل عندي هو في 90% ديال الاكل تدي لي انتفاخات في الكرش. نعم. دكتور. وهذه الانتفاخات هذه تدي لي قلق والاعصاب والاكتئاب. نعم. تقريبا بحال الشكل ديال الاكتئاب. مع العلم انا درت تحاليل وخرجوا مزيانين، مشيت عند الدكتوره درت تحاليل خرجوا مزيانين، درت هذاك الفيبروسكوبي ديال المسران حتى خرج مزيان الحمد لله. البارح عاوتاني كنت قلت راه نقلب على واحد الفيتامين بي 12 تيقول لك بانه راه تيدير مشكل، قلبته لقيته الحمد لله حتى هو مزيان. دابا انايا دخلت في هذا المشكل هذا، واش تنحد دابا على برنامج ديال الاكل، واش خصني نغير الاكل ديالي ولا نشوف هادشي ديال نتبع هادشي ديال النفساني. واخا. نعم. ربيع شحال في العمر ديالك؟ انا عندي العمر ديالي 41 عام. وفوقاش تقريبا باش ولا عندك هاد المشكل ديال الانتفاخ على مستوى البطن؟ شحال تقريبا دابا؟ انتفاخ تقريبا واحد ثلاث سنوات تقريبا. مدة ثلاث سنين. واخا متزوج؟ لا. متزوج وي، عندي جوج ديال الوليدات. بارك الله. عندك خميره بلديه في الدار؟ خميرة بلدية تقريبا هذه شي طوام و ثلاث شهور دابا باش المدام تديها ليا. باش بديتيها؟ يعني يلا البارح. نعم؟ يلا البارح. يعني ثلاث شهور ماشي شي هذا. لا يلا البارح. واخا نجاوبك ان شاء الله. دابا انا دكتور عندي مشكلة في الاكل، يعني 90% تقريبا ديال الاكل تناكلو وسميتو تقريبا ديما انتفاخات وهذه ما عرفتش. وانا نجاوبك ان شاء الله. داكور دكتور شكرا. العفو. شكرا لك ربيع، شكرا لك تواصلتي معنا من صلا. كانت بشر المساله ديال الحركه استاذ الحليمي، وكنا بغينا نسولو حتى هو على المساله ديال الحركه، واش حتى هو كيتحرك ولا لا؟ لان هما الامعاء في اخر المطاف هما عضلات. نعم.
وعضله خصها تتحرك. العضله السعاده ديالها في الحركه. اعلى شيء عند العضله هو الخمول. يعني العضله شنو كدير؟ كدير لاكاس ميسكولير عند الاكتين والميوزين لي فيبر اكتوميوزين. هادو الا ما تحركوش العضله كترجع للور. لا في لا سوبلاس ديالها ولا في لا فورس ديالها ولا في لونديرونس ديالها، لان العضله حنا هادشي اللي كيهمنا في العضله ماشي ضروري تكون كبيره. كاينه عضله صغيره وقويه جدا. نحن ماشي ما عندناش الغرض هو اننا نبريو العضله تكون كبيره. كيهمنا في العضله لا سوبلاس ولونديرونس ولا فورس. الوغ حنا العضله باش تحرك الحركه ضروري. اي جسم ديالنا كله عضلات، كله عضلات يعني بواحد الطريقه اللي هي رائعه جدا. فمشكور الاخ الكريم في اشار هذه النقطه. النقطه الثانيه هو قال الاخ انه دار الخميره البلديه هذه 3 شهور. قلت له انا هذه يلا البارح. نعم ما كافياش اي لان 6 شهور حتى هي يلا والبارح. ملي كنقولوا 3 شهور البارح والبارح هي 6 شهور. يعني بالنسبه لي انا 6 شهور ديال الخميره. لان تصور استاذ عفاف، الناس دابا مثلا عندي غازات، الناس كيتسالوا شنو الحاجه اللي نديرها باش نحيد الغازات. نفكروا بعدا شنو نديروا باش ما نكونوش، لان باش نكون صريح مع الناس فيزيولوجيا الغازات تتكون. نعم. بكميه كبيره ماشي فيزيولوجي. اما كميه معقوله غازات كاينه في الجسم، هذه يعني ما يمكنش نتجنبوها، سينو غادي كنقولوا كنبيعوا الوهم للناس. فبالنسبه لي انايا كاينين الناس دابا استاذ عفاف كيشربوا الماء كيوقع لهم غازات. إلا كنا كنهضروا على ديك المادة نحيدوها باش ما نديروش الغازات، إذا غنقولوا الناس حيدوا الماء حيت كيدير لكم الغازات، ماشي بهذه الطريقة هذه. فالغازات إن شاء الله إلا كانت لنا نرجعوا مازالوا نتكلموا عليها. نديروا جوج حلقات في إحدى الحلقات إن شاء الله على هذا المشكل ديال الغازات باش نحلوا المشكل من الأصل ديالو، باش ما نرجعوش نبقاو حديثي هذه الأفكار وهذه الأشياء اللي ربما الناس لأن لما كنوسعوا الموضوع وكنعرفوا الأشياء كيبقاو الناس يكونوا أفكار كيفاش. أنا مثلا مي غنعطي مثلا وصفة الحكمه. انني ماشي نعطي الوصفه، نعطيك شنو بنيت باش صوبت هذه الوصفه. يعني ملي كنقول شنو بنيت باش صوب هذه الوصفه، بحال داك الشخص اللي انت كتجيب له حوته اولا كتعلمه يصيد الحوته، فتعلموا الناس كيفاش يديروا هذه الاشياء ويفهموا حياتهم. واليوم شنو نعطيهم افكار وكيبقاو الناس حابسين هذه الافكار ويتسناونا حلقه في السيمانه فوقاش نجيبوا نهضروا على هذه الفكره هذه. الوغ من الحكمه اننا نعطيو للناس كيفاش مثلا البني، مثلا نبني شي حاجه الا علمت هذاك الشخص كيفاش يبني يكون افضل. نجيب الحوت الا علمت هذاك الشخص كيفاش يصيد الحوت افضل. الفكره الا علمت هاد الناس هذوما شنو بنيت على هاد الفكره يكون افضل. وكاينين الناس اللي بدون قصد كيعطيو هاد الافكار كيروجوا، وكاينين الناس اللي عن قصد كيبغيو يحتكروا الافكار والعلم. انا اقول العلم هي من الاشياء في العالم الذي لا يحتكر، ما خصنا نحتكره. نعم نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، شكرا جزيلا لك. ونتلاقوا معك ان شاء الله الاسبوع شاء الله. الماجي بدايه من يوم الاثنين. اذا سمحتي لي استاذ عفاف ما يفوتنيش غدا ان شاء الله في مدينه بني ملال. نعم. في دار الثقافه مع 3 ان شاء الله تكون عندنا محاضره ديال بني ملال ان شاء الله غدا مع 3 في دار الثقافه في مدينه بني ملال ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. وشكرا لك مره اخرى الاستاذ محمد الحليمي. نتلاقاو ان شاء الله مع كل الاوفياء ديال برنامج الاسبوع الماجي. ولكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا المجدولين على مال ادريسي كانت معي في الاخراج، وسامحه عشوبي مشكوره كانت في استقبال مكالمتكم. جمعه مباركه ان شاء الله كانت منوهه للجميع. الى اللقاء.